جدا. يعني كل ده نقدر نقول في الاخر هو بيندرج تحت الوقايه. انا بحاول ان انا احصن جسمي على قد ما اقدر بالفيتامينات اللي هو بيحتاجها، باي نواقص تكون موجوده. طيب بجانب المالتي فيت، البو مالتي فيت، ايه ممكن تاني تنصحي الناس ان هي تعمل؟ هل مثلا تشيك اب دوري؟ هل مثلا سن معين لازم ياخدوا بالهم من حاجات معينه؟ يعني عايزه مع الفيتامين تقولي لهم برضو ازاي اللايف ستايل المفروض يكون موجود. لايف ستايل مهم جدا. اول حاجه الاكل الصحي مهم جدا، ان احنا نمتنع عن السكريات والكلام ده كله والدهون. بس ده في رمضان انسينا بقى، يعني عشان نبقى صرحه وفي الاعياد والحاجات اللي زي انا في رمضان ما بعرفش ادب اكل دلوقتي، يعني ما اعرفش ان انا ده حضرتك ده مش حضرتنا عشان الصوره تبقى واضحه يعني. اوكي نعمل اكسبشن على قد ما نقدر يعني. اوكي مهم قوي لو انا بدات احس بتعب بلاش اعاند جهاز المناعي وانزل. بتلاقي كتير ايه، انا مش انا تعبانه وحرارتي عاليه. طبعا الحراره العاليه استجابه للجهاز المناعي ان حصل هجوم للفيروس والبكتيريا، رجعت من اكل فيه بكتيريا او فيه اكل مش نظيف، فكل ده استجابه للجهاز المناعي. اللي مش حلو بقى ان بتلاقي مثلا شباب جاله برد، انا هنزل انا مش هستسلم من المرض. انت كده بتعند جهازك المناعي، لان الجهاز المناعي الوايت بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء بتسحب كل طاقتك عشان تهاجم البكتيريا والفيروس. مش وقت نزول، تعبانين نقعد في بيتنا، نخلي جهازنا المناعي يشتغل. التدخين التدخين والكحوليات نتجنب الحاجات دي لانها بتدمر لي جهاز المناعه. السكر بيعلي لي الالتهابات وبيدمر جهاز المناعه. السكريات والحلويات اكسبشن في رمضان حلو. أسألك على حاجة عشان نبقى برضو بندي للناس صورة يعني بسيطة. الناس اللي هي عندها شراهة في التدخين واللي هي برضو مهما قلت لهم بطلوا تدخين مش هيبطلوا تدخين، نقدر نقول مع العادة السيئة دي لو أخذ الفيتامين ممكن أن يعمل بالانس شوية في أكيد. جسمه؟ أكيد نشرحها بقى بليز يا دكتور. لا هو طبعا يعني نحاول نقلل التدخين، مش قادرين نقلل التدخين. التدخين ليه أضرار كتير، لكن بنقدر ندعم الجسم والدم بفيتامين سي. ويمكن نسيت اتكلم على الزنك في اول الحلقه. الزنك موجود في الب مالتي فيت. اول ما بيجي لنا برد الايام دي بيقول لك ايه، زنك وفيتامين سي. زنك وفيتامين سي. الزنك مهم جدا جدا للمناعه. الزنك مهم جدا للرجال، لطاقتهم، لبنيان عضلاتهم لو بيروحوا الجيم. مهم جدا لخصوبه الرجال. الزنك مهم لخصوبه حتى الستات لو عندهم التبويض شويه، عندهم ضعيف. لان الزنك مهم، وفيتامين اي مهم لتبويض الستات جدا. تحسين التبويض، لان فيتامين اي ضد الاكسده بلس انه بينشط جدا الدوره الدمويه، فبينشط لها الدوره الدمويه في المبيض. حلوه المعلومه دي جدا. طيب لو رحنا كده برضو وقلنا ايه تاني ممكن ان البني ادم او الانسان باي عمر، ان كان رجل او امراه، ان هو يلجا ليه علشان اقدر ان انا احسن من جهازي المناعي، غير ان انا انام جيد واكل كويس والحاجات دي واخد يعني مالتي فيت، ايه تاني ممكن من عادات تنصحيهم بيها؟ طبعا كبار السن مهم جدا ليهم الفيتامينز عشان امتصاص الامعاء جهازهم الهضمي ما بقاش زي الشباب. بس انت بتلاقي دلوقتي الشباب عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. مهم قوي انصح اي حد بيتفرج عليا ياخد باله من معدته. يقول لك المعده مهمه، المعده اهم حاجه. والقولون في القولون والامعاء والقولون كتيره جدا، فلازم نتجنب الحاجات اللي بتاثر على الحاجات دي. الافراط في الانتي بايوتكس خطر جدا. الافراط في المضادات الحيويه. مش كل حاجه مضاده حيويه يا جماعه، مش كل حاجه مسكنات. عمال على بطال كل يوم خمس ست حبات مسكنات، كل الحاجات دي بتعمل لي مشاكل في المعده وبتعمل لي مشاكل في الامعاء. انا عايزه الامعاء بتاعتي يبقى الميكروبيوم اللي هي البكتيريا النافعه سليمه، ما تدمروش البكتيريا النافعه، لان البكتيريا النافعه هي اللي بتطرد البكتيريا الضاره وهي اللي بتساعد لي على الهضم. الاكل مفيش حاجة اسمها ان البروتين بينزل على الامعاء ويتسرب. يعني بتلاقي مثلا في ناس كتير او بعض الناس عندها حساسية من الاكل. حساسية من المكسرات، حساسية من السمك. مش المفروض ان انا دمي يحس بده. يعني ده يبقى انا عندي الليكي جات، يعني عندي ارتشاح امعاء، ان المكسرات طلعت على الدم، فبتيجي المناعة تسيب وظيفتها الاساسيه وتروح تهاجمني الاكل. بالظبط. فمهم بالزبط. جدا جدا اقول لكل الناس مع الب مالتي فيت ناخد بالنا من معدتنا وجهازنا الهضمي، وما نكترش من ادويه الحموضه الا تحت اشراف الطبيب. حلو قوي.